السلام عليكم، معكم نصير بن زكري، فنان كوميدي ولد المنطقة الشرقية وبالضبط مدينة بجدة. والمهم أنا غني على التعريف، يعني كاع الناس كتعرفني، واللي ما يعرفنيش غادي يعرفني فهاد الانترفيو. وبالنسبة للرجوع للساحة الفنية، هذا الخبر اللي تلقاوه يعني جميع الفنانة ديال المغرب، راهم فرحانين بزاف، وكنشكروا يعني المسؤولين من تلقونا قطاع الثقافة، تلقونا المسارح، المركبات الثقافية، الحفلات. يعني ماشي غير الفنانة راهم فرحانين، يعني حتى لي تريتور اللي كيسربي والمقاهي، يعني الناس بدات، يعني كما نقولوا بدات ترجع الى المجاريها، كما نقولوا رجعت المياه الى مجاريها. وكنشكروا يعني المسؤولين من تلقونا قطاع الثقافة، وكنشكروهم بزاف، وحنا فرحانين، وان شاء الله غادي تبدل الانشطة ديالنا والخدمة، ونوليو على الجمهور ديالنا بالسبيكتاكل زوينين وبعروض ثقافية زينة. ونتمنى نكونوا عند الإعجاب ديالهم وحسن الظن ديالهم، وشكرا لكاع المتابعين ديالنا اللي كيتبعونا. وبالنسبة لهذا التفاهة تاع النزار ونادى حسين، كاع ما كنعرفهمش، هادو كيجيوني غير دفاشة، كيضحكوا على الشعب وكيستحمروا الشعب باش يطلعوا الادسنس. هادو لا علاقة لهم بالدومي، راه كاين شي ناس اللي عندهم واحد المحتوى اللي زين بزاف بزاف بزاف، بعدوا عليكم هادوك الخنز تاع نادى حسين ودوك الدبازة، روحوا راه كاين محتوى اللي زوين تقدروا تفرجوا فيه وتستافدوا منه، يعني تقدروا تانسبيرو كاع بهم وتبقاو ديروا واحد الحوايج اللي زوينين. اما تبقاو تتبعوا دوك التفاهه تاع نادى حسين ونزار سبيتي، هذوك راه لا علاقه، هذوك غير كيطلعوها بيناتهم باش يطلعوا الادسنس، وراهم غاديين كل مره كيديروا تفاهه، كل مره كيديروا مقلب كما نقولوا، يبغيو يستحمروكم في واحد الحاجه اللي كتكون واقعه وهي كاع ما كايناش. دابا هانتوما داروا البارح، مشاو داو نزار لواحد الدار ولا ما نعرف، قال لك اسيدي هود لهم اللوطو هرب لهم، جات نادى داتو باش عارفين كيوليو يجدوا البوز. راه غير دفيش داك الشيء لا علاقه، وروحوا ديروا راه كاين عطا الله ما يتشاف في يوتيوب، عطا الله الناس اللي عندها محتوى زوين، ونتمنوا تدخلوا تتبعوا المحتوى الناس اللي كدير شي حاجه اللي زوينه. اما ديك التفاهه ديروا لهم سينياليو عليكم الزبل الزبل، سينياليو بالزبل، بونغالو سينيالي دير السينيال. واش ما كان السينيال؟ اش داروا السينيال؟ باش سينيالي، ايوا سينيالي مع راسك صاحبي. الكلمه الاخيره كما كتعرفوا، معكم نصير بن زكري، كنقول لكم كنبغيكم بزاف، كنبغيكم، وشكرا لكم حيت كتبارطاجيو معايا وكتعاونوني وكتدعموني وكتشجعوني، وشكرا للجمهور ديالي داخل الوطن وخارج الوطن، وكنبغيكم بزاف بزاف، وانتم بلا بكم انتم انا والو. وان شاء الله كاين الجديد في القناه ديال نصير بن زكري اللي هي في اليوتيوب، كاين شي حاجه اللي واعره بوم، شي حاجه اللي كما نقولوا واعره. وشكرا لهذه القناه بحيت جات عندي اليوم وصورت معايا، وشكرا لهذه القناه، وشكرا لكم، وكنبغيكم بزاف، والله يحفظكم والله يخليكم ليا وتحياتي، وكنبغيكم بزاف. اي لاف يو، عند خوكم نصير بن زكري، تحياتي.